داعش الإرهابي الذي قتل الأبرياء ودمر المناطق الآمنة لم يترك المدن التي دخلها حتى خلف آثار الرعب والقتل والحرق والدمار. وعند دخوله ناحية المحلبية التي تعتبر من أكبر نواحي مدينة الموصل نفذ عمليات إجرامية بحق سكنة المنطقة، وقام بقتل المواطنين وتهجيرهم، وأسهم بموت الأراضي الزراعية، فتوقفت الحياة بشكل كامل. بعد فترة 2015 عهدت إليها مهمة تكاد أن تكون مهمة مميزة، وهي تحرير ناحية المحلبية. هذه الناحية تعتبر عقدة مواصلات وهدف حيوي العدو ومطار قيادات العدو. تم اقتحام القرية وإزالة كافة السواتر اللي وضعها العدو المعززة بموانع بالألغام والأسلاك والخنادق، وبفضل الله سبحانه وتعالى لم يصمد العدو إلا سويعات، ولا زال الجثث المتناثرة في أرض المعركة، وتم السيطرة على هذه الناحية وتحريرها من براثن داعش. إلا أن أبطال الجيش العراقي كانوا للعصابات الإرهابية بالمرصاد، وتمكنت فرقة المشاة 15 من تحرير المحلبية بالكامل، فسقط ذلك السواد المشؤوم وعادت الحياة الطبيعية ودوائر الدولة بالعمل، وبدأ المواطنون بمزاولة أعمالهم اليومية. فكان المواطنون ورجال الجيش يدا واحدة من أجل أن تسقط تلك الخرافة الهشة. خلال 5 ساعات تمكن من تطهير كافة المناطق والوصول إلى البوابة الرئيسية لمنطقة المحلبية باتجاه تزلط. ولتكن المحلبية منطلقا للعمليات العسكرية المقبلة لما لها من موقع استراتيجي مهم، لأنها تربط بين مدينة الموصل وتل الأحفر.